فتشنا بيت بوريس زهارياس منيح يا حضرة القاضي، ما لقينا أي دليل ولا أي وثيقة. طبعاً بوريس زهارياس ما له غبي لهالدرجة ليترك دليل ضده ببيته، ونحن ما في بين إيدينا هلأ أي دليل ضده إلا شهادة بكري والخطاط محمد. سمعوني ضياء وغضنفر، أنتوا مهمتكم تحافظوا على حياة الخطاط محمد، بدي إياكم تجيبوه للمحكمة بدون ما يتعرض لأي أذى. بأمرك حضرة القاضي. وأنتوا بتروحوا بتزوروا بكري بالسجن، تتأكدوا منه أنه ما رح يغير أقواله بالمحكمة. وبعدين سيدي؟ بعدين في عندكم مهمة لازم تسووها بحذر. شلون؟ يعني هي أهم من هاي الشغلة؟ إيه مزبوط يا ابني، بالحقيقة أنا ما بثق بحدا غيركم لهي المهمة. أهلين وسهلين فيكم، شرفتوني ببيتي، تفضلوا لجوا. حضرة القاضي ما اجى معكم؟ خلوه يتفضل. هو مشغول بالمحكمة. المحكمة اليوم وهيك؟ كتير منيح كتير منيح. هالرجال مسكين ما بيرتاح ابدا، بيضل عم بيلاحق مشاكل الكل، وانا بعتقد انتو هلأ اجيتوا لحتى تاخدوا بخاطر اخوكم. يعني قتلتوا القتيل ومشيتوا بجنازته، بس ما رح سامحكم. ايه لا لا لا، عم تحكي زيادة عن اللزوم بكري. إذا ما بتقول الحقيقة بالمحكمة وقت رح أقطع لك لسانك لحتى ما عاد تحكي بنوب. بكري اصحك، تفكر إنك تلعب هاي اللعبة الوسخة. بدي إياك تقول الحقيقة مثل الرجال، وإلا رح ننفذ فيك حكم الإعدام. ما يكون علي يمين يا شباب، أنا بحياتي ما بعرف غير لعبة واحدة وبس، وهي راسة الهرمندالي. أنا مستعد أتحدى أي حدا بهالرقصة هاي. وعلى كل لا تشغل بالك، أنا ما بتراجع عن وعدي. أنتوا ارتاحوا، لا تأكلوهم. مصطفى هذا مجنون. ماو لا تشغلوا بالكم، انا اسمي بكري وكلمتي كلمه، بس اسالوا عن بكري. خلص بكفي، عودوا لا تعمل هيك. انا بامان بهذا المكان. ايه انت بامان، لا تشغل بالك، طالما نحن هون ما رح يصير لك شيء. فوت لجوا. جبت لكم يلي طلبتوه. حطن. بالإذن. ماشي. صار فيني اتسلى؟ ايه اتسلى. لأني إذا ما تسليت بالكتابة بتضايق كتير وبجن.